على فكرة أنت لهلأ ما حكيتي ولا جملة واحدة مفيدة. شو بتفيدك الجمل هون؟ ما بتفيد شي، بس على هالحالة ما في شي بفيد. دخلك؟ احكي لي كيف كان الوضع قبل ما تفوتي لهون؟ شو؟ ما فهمت عليكي؟ يعني مشان أعرف مين فات قبل التاني، أنا ولا أنت؟ شو امتياز؟ لك يا بنت الناس، انت ليش ما عم تحسي فيني؟ انا الي فوق السنه وشوي قاعده هون لحالي، لك والله مشتهيه احكي مع شي حدا. حتى على التحقيق ما عادوا اخذوني، كنت اتونس. تخيلي تخيلي بقى لاي مرحله وصلاني معي. انت لساتك عم ترشفي؟ قومي قومي تعي لحضني. لك ما باكل ناس، قومي تعي احسن ما تضلك عم ترشفي. معقول يكون صار لي سنة هون ومالي حاسة؟ إلا إذا قطعتني الدورة. ليش شو خص؟ قشتني الدورة مرة واحدة هون. صار لك بس شهر يا أقل؟ يعني بجوز أنت كمان صار لك شهر وحاستيه سنة. لا شايفة هي؟ هي حدا كان هون قبلي عاملها، حافر كل يوم بيومه، وأنا أنا بس بشطب فوق الشطب الأولاني. يعني كل ما بيمرق يوم بعمل شحطة صغيرة. وطبعا في حدا تاني مستخدم هي الرزنامة. كيف بتعرفي إنه مر اليوم؟ وجبات الأكل، الفوت على الحمام. بس هو طلع بعد 3 سنين وأسبوعين و4 أيام. أنا كل الوقت بفكر فيه وبحكي معه، يا ترى وينه هلأ؟ بس ليك هو اعتقلوه من زمان كتير، لأنه مكتوب هنيك أول شيء 1900 وبعدين ممحي. صار لك سنة وكم شهر هون؟ بهالمترين؟ لا إذا بدهم يجيبوا حدا كمان بنصير كتير كتار.